الله موجود، الله عز وجل فوق الظروف. اللي في ظروف صعبة، في ضغوط، في حصار، المكاسب قليلة، فرص العمل نادرة، الله عز وجل في كتابه الكريم قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه. قال له يا معاذ: ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه. قال: ألا يعذبهم. مع الإيمان ما في ألم، ما في حزن، ما في يأس، ما في إحباط. أمرك بيد الله، ما سلمك الله إلى أحد. قال لك: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. اتق الله.